في الساعات الأخيرة اتصدرت الترند. في الغالب كان ظهورها في الترندات هو تواجدها في عزا حد من الفنانين اللي رحلوا، لكن إثارتها للجدل المرة دي كانت لسبب مختلف وجديد. إلهام شاهين قدرت تخطف الأنظار من خلال صورة شاركتها لجمهورها على تطبيق الانستجرام، لابسة فستان أبيض في أسود قصير، ولكن المفاجأة هنا هي أن هي خسرت نص وزنها، وده اللي لفت الأنظار ليها بشكل كبير وخلى جمهورها يتساءل هو ده نحت ولا فوتوشوب ولا عملية تكميم، لأن خسارة وزنها ملحوظة جداً. الحقيقة أن صرحت الفنانة إلهام شاهين عن طريق تلفزيون عرب هود وقالت لو كنت أعرف أن حكاية الخساسين هتعمل كده وتقلب السوشيال ميديا كنت خسيت من زمان. أكدت أن هي زي أي إنسان بيمر عليه فترات في حياته، يتخن أو يخس وشكله بيتغير، وأن محدش بيفضل ثابت على شكل واحد طول العمر، خصوصاً أن تقدم العمر بيقلل الحرق في جسم الإنسان ومن هنا بتحصل الزيادة في الوزن. وصرحت ان هي كمان في الصورة الاخيرة ليها كان وزنها زاد لما كانت في موناكو، لان هي ضعفت وبوظت الرجيم ورجعت تاكل للمرة التانية. حست بملل في اتباع النظام الغذائي، خصوصا ان هي كان ليها فترة عاملة دايت. اما عن تساؤلات الجمهور إلهام شاهين خضعت لعمليات النحت او التكميم، صرحت وقالت ان هي ما بتحبش تلجأ لاي تدخل جراحي، وإن النحت موجود وتقدر تعمله، لكن هي بتخاف تعرض نفسها للخطر، وإن السبب والسر في خساسانها هو إن هي أخدت حقن بتساعد على الحرق وأدوية بتقفل الشهية تماماً وتسد النفس، وإن هي مارست الرياضة لفترة وكل ده كان سبب كبير في خسارة وزنها، وشجعت الناس على إن هم يعملوا زيها لأنها حست إن حركتها بقت أخف وصحتها أحسن بعد خسارتها ل 30 كيلو جرام. أكدت إن العامل الرئيسي اللي كان مشجعها في إن هي تاخد الخطوة دي هي انتقادات الناس ليها لما كان وزنها زايد ولابسة توب شفاف في منتدى الإعلاميات العرب، وإن ردود أفعال الجماهير هي اللي خلتها تقرر إن تغير شكلها، وبالفعل قدرت تنجح ان هي تحتل الترند وتبقى محور حديث السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا. اما عن اخر اعمالها الفنيه، شاركت الفنانه إلهام شاهين في مسلسل الفريدو مع الفنان احمد فهمي والفنان امير شاهين. المسلسل من اخراج عصام نصار وتاليف عمرو محمود ياسين. من المعروف عن الفنانه إلهام شاهين ان هي بتهتم جدا بمظهرها وعندها ذوق مميز في اختيار اللبس والفساتين اللي بتظهر بيهم في الحفلات والمناسبات اللي بتحضرها، على الرغم من ان كتير من الجمهور بينتقد جرأة الإطلالات، إلا أن ذوقها هو اللي بيميزها من بين نجوم كتير موجودين على ريد كاربت.